سفينة الأيام رست لأول مرة في السليمانية شمال البلاد، تلك المدينة الرائعة بأهلها وطبيعتها الخلابة. رحلة أرض السواد مستمرة بكل المدن العراقية الجنوبية والوسطى والشمالية، مدينة الجمال والنضال والجبال والوديان، بكل زاوية فيها قصة جميلة وإبداع رباني يزين الطرقات. من مميزات هذه المدينة سدودها الشامخة والرائعة، وأهمها سد دوكان وسد دربندخان. حلقتنا اليوم عن سد دوكان، هذا السد الصامد والمنتج منذ أكثر من 6 عقود. سد دوكان يقع بمنطقة قد تعتبر المنطقة الأجمل بطبيعتها في العراق، من ناحية الغطاء النباتي وجمال الجبال ونقاوة المياه الزرقاء الخاصة ببحيرة السد. راح نتجول بقلب هذا السد العظيم، وراح نعرف معلومات كبيرة وكثيرة عن السد. حلقة اليوم مختلفة، وعدكم بهذا، ابقوا ويانا. في منتصف الخمسينات تأسس بالعراق مجلس الإعمار. هذا مجلس الإعمار اللي كان يضع خطط مستقبلية، خطط مستقبلية ممكن عمرها مو 5 سنوات أو 10 سنوات، ممكن حتى 30 سنة أو 50 سنة، خاصة مجلس الإعمار في ذاك الوقت اللي بدأ يعمل مع تولي الملك فيصل رحمه الله، ملك فيصل الثاني طبعا، بعد ما استلم زمام الأمور من خاله الوصي عبد الإله اللي أيضا استلم الحكم بعد وفاة الملك غازي. كان يترأس هذا المجلس وأحد أعضاء الكبار والمهمين ونور سعيد باشا، اللي خطط لكثير من المشاريع المهمة والاستراتيجية بالعراق. يعني فرضا بعض المؤرخين يقولون أنه أكو مشاريع كبيرة ومهمة جدا ممكن أنجزت بالسبعينات أو الستينات أو حتى الثمانينات، هي كانت موضوعة ومخططة بشكل كامل بمجلس الإعمار بالعهد الملكي. أحد هذه المشاريع المهمة الكبيرة والاستراتيجية هو سد دوكان اللي انبنى في نهاية الخمسينيات. وتخيلوا في ذيك الفترة تعرضت بغداد قبل 59 تقريبا، عام 1954 تعرضت إلى فيضان كبير جدا، معروف جدا، مؤرخين ومسلسلات وأفلام تكلمت على هذا الفيضان الكبير والعملاق جدا. فكان هدف هذا السد هو حفظ المياه والمحافظة على المدن اللي واقعة تقريبا جنوب السد، من محافظة كركوك، محافظة صلاح الدين، ديالة، بغداد، حمايتها من الفيضانات. يعني كنا في فترة من الفترات سدودنا كلها مخزنية، تخاف على العالم من الفيضانات. هذا دليل ودليل كبير جدا انه كانت حصص العراق المائية كبيرة جدا ذاك العهد. طبعا شركة بريطانية بدأت المشروع وأنهت الشركة، أو أنهت الشركة الفرنسية المشروع. يعني تقريبا نقدر نقول صناعة فرنسية وبريطانية بأموال عراقية. هذا السد أحد ميزاته الكبيرة والمهمة جدا على مدار هذه العقود، ما فد يوم تعرض لخلل فني. فهذا اليوم شيء يحسب للمهندسين والقائمين وكل اللجان اللي من اليوم مسؤولة عن هذا السد اللي أدامت، رغم أن هذه المنطقة في فترة من الفترات خاصة بالثمانينات فرض مثلا كانت هناك دائما منطقة حروب وصراعات وكثير من الأزمات تعرضت إلى هذه المنطقة، ولكن السد حافظ على قوته وبهاءه وجماله. طبعا سد الدوكان تعتبر من السدود الكبيرة الموجودة في البلد. تم بدء بإنشاء السد بال 1954، واستغرقت إنشاء السد 5 سنوات وانتهت بسنة 1959. بذلك الوقت ما كان سدود موجودة على الأنهر العراق، ولذلك اقترحوا السدود على الأنهار الكبيرة في البلد، وذاب الأسف
أسفل واحدة من الأنهار الكبيرة تقرروا بناء سد عليها، وهو سد الدوكان احنا موجودين فيها. وسد يمتلئ من يمتلئ يكون عندنا 7 مليارات متر مكعب في السنوات العادية وسنوات الزينة، والسنوات العادية نوصل إلى 4 مليارات أو إلى 5 مليارات، تختلف من سنة إلى سنة أخرى. ذاك الوقت كان زمن الملك بالبلد، وزمن الملك طبعا بريطانيين كانوا موجودين، ومؤسسة الكود ويلسون بذاك الوقت، مؤسسة كود ويلسون بالأربعينات من القرن الماضي، بدأوا بالتحريات على النهر الزاب الأسفل، وقرروا بناء السد على عدة أماكن، وبالأخير اقترحوا هاي الموقع لبناء السد عليها، وهو سد كونكريتي مقوس. وتم تصميم السد، سد الكونكريت المقوس كونكريت ارك دام، من قبل شركة البيني وشركائه، بيني ان بارتنر شركة بريطانية. وبعد ذلك تم بدأ بإنشاء التونيلز والأنفاق، وبعدين تقرروا بناء السد، حيث صارت المناقصة على البناء السد نفسها عدة شركات، وبالأخير صارت العقد ويا شركة دوميز بالوت الفرنسية، حيث تم إنشاء السد من قبل شركة دوميز بالوت الفرنسية ومجموعة الشركات الأخرى، شركات ألمانية والشركات الأخرى الأوروبية وشركات اليوغوسلافية وشركات البولونية. وتم نهاية السد، تم انتهاء السد بإكمال السد ب 1959، وبدأوا بملء السد ببداية 60 نهاية 1959 أو بداية 1960 بدأوا بامتلاء السد. شركة بيني آر بارتنرز هم يسموهم إنجينيرين هيريتيج ببريطانيا، يعني إرث الهندسي ببريطانيا بيوكي بذاك الوقت، يعني أصل الهندسة، أصلا هم بادئين بأصل الهندسة بالعالم، هندسة السدود ببريطانيا عن طريق شركة بيني آر بارتنرز. لذلك الحكومة العراقية بذاك الوقت ومجلس الأعمار، وزمن كان مجلس الأعمار موجودة، مجلس الأعمار طلبوا من الشركات البريطانية كاستشاريين حتى يجون يسوون تحريات للموقع ويقدمون التقارير إلى المجلس الأعمار وإلى الوزارات المعنية بذاك الوقت. وشركة بيني آر بارتنرز هو سوى تحريات الأولية، وهم اقترحوا بناء السد الكونكريت المقوس، لأنه هو عندنا ممر ضيق، وهذا الممر الضيق واحدة من التايب، يعني نوع من السدود، يكون سد الكونكريت المقوس أحسن سد لهذه المنطقة، لأن عندنا ممر ضيق. لذلك اقترحوا سد كونكريتي مقوس، وسووا تحليلات وأرسلوا التحليلات إلى إمبيريال كوليج في لندن بذاك الوقت حتى يسوون تحليلات هندسية ويوقعون عليها من جانب العلمي ومن جانب الهندسي. وبعدين قرروا بناء الإنشاء السد كونكريتي مقوس. وطبعا بالبداية كل السد سووا سد هنا السد صغير حتى يتحولون المياه إلى داونستريم إلى المؤخر، وسووا تحويل إلى المؤخر السد، وبعدين بدأوا بإنشاء السد وسووا تونيلات. وبعدين ب 1957 إجا الملك بذاك الوقت على الدوكان وسوى الافتتاح الرسمي ببدء بناء السد نفسها، يعني هيكل السد، حيث كان شركة دوميز بالوت الفرنسية العقد بذاك الوقت تقريبا 8.5 مليون دينار عراقي، وبالزمن بزمن من 5 سنوات أكملت كل السد، ولكن الجسم السد بدأ ب 57 وانتهى ب 59 كجسم السد نفسها. السد كان تعتبر أقدم سد كونكريتي بالعراق. السد الدوكان هو سد الكونكريتي، وتعتبر خزن، ودائما احنا نقول سد الدوكان نعتبرها خزن استراتيجي لكل العراق، يعني أي كمية التبخر بسد الدوكان وبحيرة الدوكان كلش قليلة مقارنة بالسدود الأخرى، لأن احنا موجودين في المنطقة الجبلية، تعرف يعني الكمية التبخر قليلة مقارنة بالسدود الأخرى، ويستوعب مياه كبيرة، يعني يستوعب 7 مليارات متر مكعب. هاي السنة مثلا لو كانت يعني لك في السنوات الماطرة وفي سنوات الفلد، يعني نقدر نستوعب 7 مليارات متر مكعب. لذلك وسد الدوكان من جانب الفني أحسن من السدود الأخرى، ما عندنا الحمد لله لحد الآن مشاكل فنية مزمنة بها، إلا مشاكل عادية وإحنا نسوي تقارير عليها ونسوي ريبورتات عليها ونصلحها بإمكانياتنا، يعني وإذا يستوجب نطلب من الإمكانيات الفنية الأخرى من الوزارة أو من الاستشاريين يجون
نسوي حلول عليها، بس مشكلة مزمنة ما عندنا. هو السد دوكان لحد الآن يعني احنا نسميها يعني يانج، يعني بعدها شباب، يعني 65 سنة، وإن شاء الله بعد 65 سنة ما يصير بها مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله، يعني أكو سدود عالمية مع عمرها 100 سنة أو 120 سنة بها مشاكل، مشاكل الليكي، مشاكل الليكيز، أو مشاكل بها بعض مشاكل، بس سد الدوكان لحد الآن. وب 2019 من امتلأت السد كنا بودنا نشوف السد ممتلئ ونشوف البيرفورمانس مع السد أو أداء الفني للسد، وكانت يؤدي دورها بشكل ممتاز، والقراءات كانت كلها تحت كلها ضمن الليمت، ما عليها أي مشكلة الحمد لله. طبعا من عظمة سد دوكان والعظمة لله سبحانه وتعالى انه ارتفاع كبير جدا يوصل الى 360 متر، سعة الخزان او السعة الخزنية تقريبا 7 مليار متر مكعب، ويعتبر هو الثالث على مستوى العراق، الاول سد الموصل والثاني سد حديثة، ويأتي بالمركز الثالث سد دوكان. اذا عنده اهمية كبيرة جدا بالارقام وغيرها من هذه الامور. يوم لما نتكلم على 7 مليار متر مكعب ما نتكلم عن سعة بسيطة وسعة عادية، ممكن تمشي العراق، تمشي موضوع الزراعة، موضوع شرب المياه إلى أشهر عديدة وكبيرة جدا ممكن نستفاد ونستثمر هذه المياه. طبعا عندنا هذا المسيل القمعي اللي يذكروه الشعب العراقي، انتشرت إلى فيديوهات وصور خاصة عام 2019 لما امتلأ للمرة الثانية. المرة الأولى اللي امتلأ بيها كان عام 1988، مثل ما قلنا عام 2019 امتلاء هذا المسيل القمعي، هو يعتبر اليوم انه وصل السد الى القدرة الاستيعابية الاكبر له. سد دوكان صح ما تعرض لخلل فني بهذه السنوات، ولكن يحتاج الكثير والكثير من الاهتمام، خاصة الموضوع عدد العاملين وعدد المنتسبين اللي ممكن يطوروا أكثر وأكثر، وأيضا يحتاجون خبرات كثيرة وكبيرة جدا اللي ممكن أيضا نطور السد سنة بعد سنة. لأن يعني مثل ما قلنا بالكثير من الحلقات، وتكلمنا أيضا بحلقة سد دوكان، إنه البلد تعرض لأزمات سياسية وحروب وصراعات، ممكن كانت السلطة السياسية على مرور العقود الماضية ما مهتمة لموضوعة المياه، ما مهتمة لموضوعة السدود بشكل كبير جدا. فنتمنى اليوم من الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية الاهتمام بالثروة المائية واليوم استخدام المياه بطرق الري الحديث. السد دوكان سد كونكريتي مقوز، ارتفاع السد 116 متر، وطول السد 360 متر، وعرض السد 54 متر من التحت، وبعدين 6 أمتار عرض السد، عندنا 6 أمتار، ويمتلئ من يمتلئ يكون 7 مليارات متر مكعب عندنا، ويكون مساحة البحيرة 270 كيلومتر مربع عند امتلاء السد.
امتلأ تقريبا 5 إلى 6 مرات امتلأ، وفي مرتين صارت المسيل القمعي اشتغلت ب 2019 و 1988. بس بالسنوات أخرى يعني حوالي 4 سنوات مثلا 2003 1998 1974 1969 قريبة من الامتلاء السد، ولكن بالسنتين ب 1988 و 2019 تم تشغيل اشتغلت المسيل القمعي لإمرار المياه الزائدة بها. مع الأسف من يعني تقريبا حوالي أني من تخرجت من الكلية واشتغلت بالسد من 1996 أني موجود بالسد، وكان ب 1999 صارت تغيير المناخي مؤثرة على سد دوكان وعلى عموم الدول المنطقة نعتقد، بس بسد الدوكان تأثرت من 1999 حيث توالت 3 سنوات 1999 و2000 وسنة 2001 تكررت 3 سنوات الجافة حيث ما وصلنا إيرادات جيدة، يعني تقريبا نقدر نقول يعني 40% أو 30% وصلنا إلى البحيرة، وبعدين تكررت ب 2008 و 2009 وبعدها صارت ب 2021 و 2022، يعني حوالي 7 سنوات من خلال 25 سنة الماضية 7 سنوات نعتبرها احنا سنوات جافة او دراود ييرز يعني. ولكن اذا نلاحظ من سنة 1959 لحد 1999 40 سنة ما نلاحظ إلا سنة واحدة 1984 كانت سنة جافة، والكمية الأمطار اللي هطلت على هاي المنطقة كانت أقل من 400 مليمتر، ولكن من 1999 لحد الوقت الحالي 7 سنوات المعدل الأمطار كانت قليلة وأقل من 400 مليمتر، حيث إذا نشوف الكمية الأمتار معدل الأمتار إذا نحسبها من سنة 1959 لحد وقت الحالي 65 سنة كمية الأمتار المعدلة حوالي 600 مليمتر أو 650 مليمتر. هسه مثلا هاي سنة هطلت على سده كان 550 مليمتر. لذلك التغيير المناخي تأثر تأثير جيد على البحيرة الدوكان وعلى مناطق حوز الدوكان، وأرقام يدل على ذلك. هو كانت الوادي وكانت النهر هو نهر الزابل الأسفل، أصل الزابل الأسفل هو من القنديل من جهة دولة جارة، يبدي زابل الأسفل من الدولة جارة من منطقة البيرانشار منا تقريبا داخل الدولة جارة 125 كيلومتر، وبعدين يدخل على أراضينا يدخل على الكردستان يعني. وبذاك الوقت ما كان عليها سدود، ما كان على سدود على زابل الأسفل، يعني من بدأوا بالبناء بناء السد الدوكان على زابل الأسفل كان أول اعترزوا زابل الأسفل وتم بناء السد الدوكان عليها. بس إذا نرجع إلى إذا نرجع ملايين سنة وإذا نرجع إلى مثلاً 30 مليون سنة، هو جماعة الجيولوجيا يعرفون بهاي الشغلة، كان هاي المنطقة طبعا أكيد كان بحيرة، وبعدين وراها بالتغييرات الجيولوجية صارت عليها تشققات وتحولت إلى النهر، وبعدين احنا سوينا السد والبحيرة مرة أخرى. واردات الدوكان، هو الحوز التغذية مال السد الدوكان يعني تقريبا 50% داخل أراضينا و 50% داخل أراضي دولة جارة، يعني هو تقريبا نعتبرها نوز بالنوز، ولكن إيرادات إذا نعتبرها كإيراد نقدر نقول 40% داخل دولتنا و 60% داخل دولة جار. يستفاد من موضوع الثلوج؟ الدوكان هو أصلا دوكان طبعا زابل الأسفل، هو من منبع الزابل الأسفل هو من جبل قنديل، وجبل قنديل سلوز عليها، ويعني من جهة من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية من للجبل قنديل يجي على الزابل الأسفل. فوائد كبيرة وكثيرة جدا لسد دوكان، إذا نعد الفوائد المهمة والأساسية لبناء هذا السد
فبالبدايات وعند بناء هذا السد كانت الفائدة الأهم واللي حقيقة كان فكرة إنشاء هذا السد هو المحافظة وحماية بغداد وبعض المحافظات القريبة لبغداد من الفيضان، لأن مثل ما ذكرنا في أواسط الخمسينات حصل فيضان كبير، فكانت فكرة إنشاء هذا السد من مجلس الإعمار هو حماية بغداد من الفيضانات. كنا نفكر بالفيضانات فقط بسبب يوم الحصص المائية الكبيرة اللي كانت توصل لنا من دول الجوار. وطبعا الفائدة الأخرى، تقريبا أكثر محافظة مستفادة زراعيا من مياه دوكان هي محافظة كركوك، اللي يوم من الأيام وصلت الزراعة بها إلى 1.5 مليون دونم، فهذه حقيقة فائدة مهمة وكبيرة جدا. وأيضا المناطق الأخرى، المناطق القريبة استفادت زراعيا. الآن تحول سد دوكان وبحيرة سد دوكان إلى مركز مهم جدا للثروة السمكية اللي حقيقة بها أعداد كبيرة جدا، وأحجام الأسماك خاصة من نوع الشبوط مهم جدا جدا، وبالأسواق المحلية خاصة في هذه المحافظات منتشرة جدا كثيرا موضوع أنواع الأسماك وخاصة الشبوط والبس. الفائدة الأخرى والفائدة اللي حقيقة دخلت بعد بناء السد بعدد من السنوات تقريبا 20 سنة هي موضوع الاستفادة من السد بموضوع الطاقة وإنتاج الطاقة الكهربائية، اللي حقيقة كثير من المحافظات أو عفوا كثير من المدن داخل محافظة السليمانية مستفادة من الكهرباء. معلومة صغيرة تمثل لك الأهمية الكبيرة والتاريخية للسد دوكان، تقريبا 3 مليون إنسان بالعراق يعتمد على دوكان بموضوع مياه الشرب. لو سوينا إحصائية على العدد من السدود الموجودة بالعراق لوجدنا أن مياه دوكان هي الأعلى جودة من بين كل السدود العراقية. طبعا ذاك الوقت من بنوا سد الدوكان كان اللي سيطر على الفيضان، تدري سد الدوكان أو زاب الأسفل واحدة من الفروع إلى ديجلة، وذاك الوقت ديجلة طبعا ديجلة بداخل بغداد صارت فيضانات على 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 ديزلة، لان ديزلة هو زاب هو النهر ديزلة اصلها، والزاب الاعلى والزاب الاسفل والفروع الاخرى كلها يدخل عليها. وكان اكو سنوات اني سمعتها مثلا 42 54 وقبلها سنوات موجوده يعني للفيضانات البغداد. لذلك من قرروا انشاء السدود على الانهار الكبيره بالعراق، واحده من الاستفادة مالتها هو السيطرة على الفيضان. مثلا 1988 لو ما كانت سد الدوكان كانت المشكلة يكون على البغداد وعلى الدجلة، يعني لأن بذاك الوقت يعني إيرادات الزاب الأسفل عندنا الريكوردز مال إيرادات الزاب الأسفل لل 1988، يعني كان أكو أوقات 3600 متر مكعب بالثانية كان يجي على سد الدوكان، على بحيرة الدوكان، وكنا نطلق وكانوا يطلقون 2000 متر مكعب، و1600 الباقي يبقى بداخل الخزان. لذلك سيطروا جيدا على الفيضان ب 1988 وبالسنوات الاخرى، و2019 نفس الشيء. مثلا ب 2019 احنا هنا استوعبنا 7 مليارات متر مكعب بسد دوكان، وشويه شويه سوينا تصريف حتى لا نكون نؤثر على الدجلة، حتى تكون بالتنسيق مع الزاب الاعلى ومع السد المزر. لذلك سيطر على الفيضان واحده من الاستفاده من السد الدوكان. طبعا اكيد. وبعدين الري لمنطقه الكركوك، ري منطقه الحويجه، من يعني احنا بدوكان من نسوي الخزن سد دوكان بالفصل الشتاء وفصل الربيع، وبعدين نطلق بنهايه الربيع نطلق الايرادات، نطلق التصريف الى داونستريم الى مؤخر السد لكي يستفادوا منها في منطقه الكركوك ومنطقه الحويجه. بذاك الوقت كانوا 1,500,000 دونم تستفاد منها في اراضي الكركوك. بهاي الوقت ممكن تقلصت هاي القيمه الى 1,000,000 دونم او اقل من 1,000,000 دونم، ولكن الري زراعي للمنطقة الكركوك والأجزاء المحيطة بالكركوك هاي استفادة ثانية من السد الدوكان. طبعا بنهاية السبعينات ألحقوا 5 توربينات بالسد الدوكان لكي يتولد حوالي 400 ميجاوات. من يكون عندنا البحيرة في منسوب جيد نقدر
نقدر نتولد 400 ميجا وات من الكهرباء من الباور، ونسميها الباور الاخضر لان ما يزر البيئه اصلا. ووراها طبعا نستفاد منها لاغراض المياه الشرب، وهسه صارت الاغراض المياه الشرب يعني التوب برايورتي، يعني الهدف الرئيسي الاول للسد الدوكان، حيث 3 ملايين نفر منا من اطلاقها من سد الدوكان والتقاها بنهر دجله، 3 ملايين شخص يشربون من مياه سد الدوكان من اطلاقها. وبعدين اذا عندنا مياه زائده يروح على الدجله، ومن دجله يروح على الصرصار، ومن صرصار يتحول الى الفرات. يعني السنه الماضيه كان الدوكان خزان رئيسي، ويا الموصل خزان رئيسي لكل العراق، يعني اهل كربلاء والنجف كانوا ياخذون من المياه الدوكان من الصرصار، ومن الصرصار على نهر الفرات، وبعدها على تحول المنطقه الى منطقه سياحيه، حيث هواية سياح من الشهر الربيع ومن الشهر الصيف يجون من مناطق عديدة من البلد، يجون على الدوكان كمنطقة سياحية على النهر وعلى البحيرة. وصارت الثروة السمكية البحيرة تحولت إلى بحيرة لتربية الأسماك، والثروة السمكية هم نستفاد منها. أكيد مو بس في العراق، في كل العالم. يعني المياه صارت صراحة، المياه صارت سلعة، يعني ورا كم سنين بعد المياه يكون سلعة كلش غالية صراحة. يعني المؤشرات والقراءات والتقارير موجودة يمنا، والأرقام، يعني احنا دائما نشوف الأرقام، ما نقول يعني التأثير المناخي، يعني ايش قد ما اتكلم عن التغييرات المناخية ما يعادل فد رقم، من أنتيك الرقم أقول له هاي الرقم مال التغيير المناخي. نعم أكيد الأرقام غير مبشرة صراحة. يعني لذلك لازم من الآن نسوي فالأدابتيشن، يعني شلون يعني نسوي بلان منا للمستقبل، لل 2030 2040 2050 الجايه، يعني شلون يكون عدد النسمه في البلد يزداد، وشلون يقلل الامطار ويقلل الايرادات ويقلل المياه البحيرات. احنا عايشين في العراق وفي كردستان، يعني في كردستان مناطق جبليه والسدود والبحيرات موجوده وراها، من نطلق المياه من السدود، من نطلق مياه من السد، لازم يكون عندك القاع، يكون عندك الارز، يعني والارز الخصبه الموجوده هو في منطقه الكركوك ومناطق الحويجه، يعني هاي المنطقه كلها يستفاد من نعم الامطار الاخيره اللي كانت كبيره جدا شويه على العراق في نعم. الايام الماضيه نعم. والاشهر الماضيه نعم. استفادت زاد المنسوب، يعني هو سد الدوكان يبدا سد الدوكان بالصعود ابتداء من الشهر 15/1 او بدايه الشهر الثاني او 15 من الشهر الثاني لحد تقريبا هسه يوميا يزداد 6 سنتيمترات، ونتامل هاي 6 سنتيمترات او 5 سنتيمترات يوصلنا الى 15 من الشهر القادم على الاقل. بس المياه بالشهر الخامس ما يتاثر بشكل مؤثر على سد الدوكان، لانه يهطل في منطقه ولا يهطل في منطقه اخرى. الحمد لله هاي سنة جيدة، يعني احنا اذا نقارنها بالثلاث سنوات الماضية 2021 و2022 و2023، هسه احنا في 2024 تقريبا حوالي بهاي الوقت قربنا من 4 مليارات، يعني حوالي 56% موجودة بالسد الدوكان وبحالة الدوكان. يعني نقدر نقول 3.5 او الى 4 مليار متر مكعب. أنا قلت اقتربنا من 4 مليارات متر مكعب تقريبا، ان شاء الله ورا اسبوع ممكن نروح ورا كم ايام القادمه نوصل الى 4 مليارات متر مكعب، وباختلاف مليار متر مكعب زائد عن السنه الماضيه. ماكو مخاوف على سد الدوكان، الحمد لله مثل ما قلت سد الدوكان يعني ب 2019 من امتلأت وشفنا سلوك السد والسد شلون، يعني القراءات كانت كلها جيدة، قراءات مال الأجهزة الحساسة كانت كلها جيدة، والسد اشتغلت بشكل جيد بدون أي معوق وبدون أي
أي قلق؟ إحنا مو قلقين على أي جزء من السد. هو مسيل القمعي بالبداية كانت الدايفرجن تونيل، يعني هو نفق التحويل، سوى نفق التحويل يعني وسوى السد قبل النفق التحويل حتى يتحول المياه مياه النهر من خلال هاي التحويل إلى المؤخرة السد لكي يبنوا السد، لكي يبنوا السد نفسها. وبعدين من كملت السد سووا الشافت عليها، يعني تونيل عمودي عليها والمسيل القمعي. مسيل القمعي او مسيل الجرسي يسمونه بيلماوس سبيلوي. هاي البيلماوس سبيلوي من يكون السد توصل الى، هسه احنا تقريبا راح نوصل الى منسوب 500 بالفرق عن الكريزما للمسيل القمعي. هو كريزما للمسيل القمعي 511، احنا وصلنا الى منسوب 500، عندنا فرق بيننا وبين الكريزم او قمه المسيل القمعي 11 متر، وادى هاي 11 متر يعني معناها 3 مليارات. هسه احنا في 4 مليارات في منسوب 500، من توصل الى 511 تكون عندنا 7 مليارات. وراها المياه من تيجينا وراها 7 مليارات يروح من المسيل القمعي الى المؤخر. بسنه 2019 اجانا 7 مليارات والزائد خرجت من المسيل القمعي الى المؤخر السد. طبعا توصف بالإعلام والتاريخ يذكر أنه في بعض الأحيان هناك توتر علاقات بين الإقليم والمركز. اليوم لما نتكلم عن سلطة نظام بائد اللي كانت قبل عام 2003 حاربت الشعب الكردي في السبعينات، فالسؤال هنا يطرح دائما أنه في وقت النزاعات ووقت الأزمات كيف تدار مثل هذا السد؟ وإحنا اليوم واقفين على أعلى سد دوكان، هذا السد المهم جدا، كيف يدار في وقت الأزمات ووقت الحروب؟ وهاي تبقى هناك سلطة مركزية لبغداد على هذه السدود في أوقات الأزمات والصراعات هناك، لأن هذا اليوم يمس حياة المواطنين. بعد العام 2003 النظام الديمقراطي الوطني اللي وفر الحقوق السياسية للشعب الكردي ووفر الحقوق السياسية والديمقراطية لعموم الشعب العراقي، فهناك لجان مشتركة بين وزارة الموارد المائية في بغداد في المركز مع تعاون أكيد المسؤولين في إقليم كردستان حول إدارة السدود في هذه المناطق في كردستان، إن كان في دوكان أو إن كان في دربندخان، موضوع حفظ المياه، موضوع الإطلاقات، موضوع صيانة هذه السدود. فلبغداد أيضاً الرأي الكبير مثل هذه الصروح العملاقة والعظيمة. فالعلاقات الحمد لله والشكر بين الجانبين، ونحن كنا أولاد بلد واحد. فهذا الشيء اليوم الإعلام الأصفر، اليوم القنوات الفضائية اللي ممكن تريد تبث فتنة بين مكونات الشعب العراقي الواحد، فالحمد لله والشكر الأمور بخير والأمور طيبة. طبعا الدائرة مالتنا هو اسمها مديرية سد الدوكان، واني مدير سد الدوكان، ودائرة مالتنا يتكون من الأقسام الفنية وأقسام الإدارية موجودين، نعمل 24 ساعة احنا عيوننا على سد الدوكان. ومن يكمل كل سد يكون عنده أشياء، مثلا أولاً هو تشغيل السد،
والثانيا سلامة السد، وثالثا صيانة السد. نعم. يعني هاي ثلاثة المحاور الرئيسية بالتشغيل، وسلامة السد وصيانة السد. التشغيل يتم تشغيل السد، احنا من مياه نجمع المياه من بداية السنة إلى نهاية شهر الخامس أو إلى منتصف شهر السادس، وبعدها لازم نسوي تشغيل السد ونطلق المياه إلى مؤخر السد. والتشغيل يتم عبر المنافذ الموجودة بالسد. جد احنا يعني ننسق مع وزارة الكهرباء، طبعا المياه الماء أهم من الكهرباء صراحة، مو بس بالدوكان، مو بس بالعراق، بكل العالم صارت المياه قبل الكهرباء، لأن احنا نقدر نستورد الكهرباء بس ما نقدر نستورد المياه، والمياه هو حياة. يعني من نقرر إطلاقات في نهاية الموسم، من نقول نهاية الموسم، هسا احنا موجودين بها هاي الوقت نهاية الموسم، نسوي فت اجتماع بيننا وبين مهندسي الوزارة الموارد المائية الفيدرالية، احنا مهندسين هم مهندسين، احنا يعني ما نخلي كل الاشياء اخرى بصفحة ونتكلم بشكل فني، شقد عدنا مياه وشقد لازم نطلق المياه وشقد نبقيها بسد دوكان. اولا والاخيرا سد الدوكان، الاستفادة الرئيسية والقصوى من سد الدوكان مو اقليم، هو العراق. احنا من نطلق المياه من السد الدوكان اكيد احنا نستفاد منها لتوليد طاقة الكهربائية، ولكن وراها منا لحد التقائها بسد الدبس الزراعة كلش قليلة عليها، اكو احواز الاسماك عليها، اكو بعض الزراعة عليها، ولكن الاستفادة الرئيسية هو منطقة الكركوك ومنطقة الحويجة، وبعدين وراها يلتقي بالدسلة. لذلك اولا والاخيرا المياه نحتفظ بها وما نحتفظ بها بدوكان هو إلهم، واني موجودة هنا وعيني على المياه بسد دوكان صراحة، وكلش دائما استراتيجية مالتي ابقي مياه زين بسد الدوكان حتى نؤمن الحياة في مؤخر السد دوكان. نعم. ونؤمن الحياة للناس الموجودين بسد دوكان بالمؤخر سد دوكان، بغض النظر عن كل الأشياء، هو للبشر، وهاي البشر للشرب والزراعة والصناعة وكل شيء. لذلك ننسى التنسيق جيد بيناتنا ونسوي بلان ونقعد ونسوي ونوقع على البلان كل سنة. نعم أكيد أكو نختلف عليها، أنا من يمي دائما أريد أحتفظ مياه بسد دوكان، هم من يوم عملته، ولكن نتفق أخيرا أكيد أنا من أشوف من البصرة، من يخابرني من البصرة أكون فرحان من أقولهم نعم سد دوكان بخير ومياه بسد دوكان بخير. يعني أنا ما أفرق بين أي أنا من أقول لك يعني أكو أحيانا عندنا بيج، عندنا فيسبوك، يعني أكو ناس يقولون أشياء، يعني أقول له رجاء إحنا فنيين موجودين وإحنا نشتغل بشكل فني، نشتغل بشكل إنساني قبل كل شيء. عدد العاملين قبل كانت كل زين، كان حوالي 200 عامل موجودة من مهندسين وفنيين وإداريين وحسابيين والحراس، وكلهم كانوا موجودين، بس مع الأسف حتى تدري التوظيفات التعيينات جديدة لا يوجد، لذلك قلص العدد إلى حوالي تقريبا 108، عدنا 100 عامل و8 عقود موجودة بالدائرة يتوزعون على الأقسام الفنية وأقسام الإدارية. وصراحة عدنا نقص في المهندسين وفي الجيولوجيين وفي مهندسين كهرباء والميكانيك، يعني طبعا أكيد احنا بس نحتاج الى هاي القيم العلميه لكي يكون دائما تحت يدنا، يعني حتى نؤمن التشغيل السد وصيانه السد وسلامه السد بشكل جيد. لحد الان الاقسام الاداريه عندنا 5 اقسام اداريه وعندنا 5 اقسام الفنيه، وبالاقسام الفنيه مثل ما قلت يعني الصيانه وسلامه السد وتشغيل السد وزعناهم على ثلاثه اشياء. يعني العقبة الوحيدة ممكن أمام سد دوكان هو عدد العاملين والمهندسين، عدد العاملين غير جيدة بسد الدوكان،
أدنى النقص في الكوادر الفنية والمهندسين. نعم. طبعا هيك صروح عظيمة تحتاج متابعة 24 ساعة باليوم، 30 يوم بالشهر، 365 يوم بالسنة. فهذه الصروح العظيمة والمهمة جدا اللي تتعلق بحياة الناس لازم متابعة، تطوير، استدامة. اليوم نعرف الدول اللي واصلة إلى مرحلة كبيرة جدا بإدارة السدود والمحافظة على سدودها وتطويرها، وصلت إلى تقنيات عظيمة وابتكارات كبيرة ومهمة جدا. ممكن نستفاد من هذه الخبرات من أجل المحافظة على مثل هذه السدود المهمة اللي بيها فائدة طاقة وفائدة زراعية، ثروة حيوانية، مناطق سياحية مهمة جدا. يوم احنا نتحدث عن منطقة وعن بحيرة آلاف مئات الآلاف بل ملايين من الشعب العراقي في فصل الربيع وفي فصل الصيف يجون إلى هذه المناطق للاستجمام، فبها ما شاء الله فوائد من كل الاتجاهات. فنتمنى اليوم من الحكومة المركزية والمسؤولين بالإقليم الاهتمام بمثل هذه السدود. طبعا يتكلمون إداريي سد دوكان على نقص كبير جدا بالموضوع المهندسين والعاملين والفنيين بالسدود، فمثل هذه الأماكن تحتاج عاملين يعني عدد جيد، عدد لا بأس به من أجل إدارة هذا السد اللي متوقفة عليه حياة الملايين من الشعب العراقي بمختلف المحافظات العراقية. من أكون زايج بالبيت أجي على السد دوكان، على أروح على جسم السد وأتنفس صعيدا، من أشوف السد، من أشوف جسم السد وهو يشتغل ويخزن المياه، وهذا المياه مثل ما قلت للبشر بالمؤخرة السد. ودائما أتأمل شقد ما أبقى لي بالدائرة كمدير السد أو كمهندس بالسد، يعني أشوف السد الدوكان بشكل جيد، وأضحي بنفسي بكل قدرتي العلمية وقدرتي البشرية لإبقاء السد كما هي موجودة في هاي الوقت. ودائما أتجول في السد، وأحيانا أتجول في داخل السد وفي داخل أنفاق السد لكي أرتاح من يكون السد مشتغل بشكل جيد. والحمد لله هاي المسألة موجودة والسد يشتغل بشكل جيد. ولكن مثل ما قلت التغييرات المناخية وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما يخلي السد يمتلئ كل سنة، حيث تتراوح امتلاء السد من 40% مثل 3 سنوات الماضية إلى 57% في الوقت الحالي، إلى 70%، إلى 80%، وما يكون الفول إلى 100%. ولكن 3 سنوات السابقة كانت 43، 42، 48%. هاي واحدة من الأشياء أني أفكر بيها، ما يجينا مياه حتى نخزنها في السد، ما نقدر نوفر 100% احتياجات المؤخرة السد. وثانيا السدود المبنية، تدري الدوكان زاب الأسفل، 50% من الزاب الأسفل أو 200 كيلومتر من الزاب الأسفل من داخل دولة زارة، بنوا عليها 3 سدود، واحدة من السدود حولوها على البحيرة الأرومية. يعني بدل ما يمطر الأمطار السلوج والأمطار على نهر قنديل ويجي على الزاب الأسفل، ومن الزاب الأسفل احنا نخزنها نوديها للأهوار، هم يودوها للبحيرة الأرومية، وبحيرة الأرومية بحيرة المالحة، ويتحول إلى تبخر أثناء الصيف. يعني من أني أسمع بناء السد جديد على نهر الزاب الأسفل بالداخل دولة جارة يكون عندي أقهر عليها صراحة. من عام 1996 تعمل هنا. نعم. أكثر يوم
صارت بيك عندك سعادة. نعم. إيش تتذكر؟ كان يعني أكثر يوم سعيدا يوم مساء يوم 2 أبريل 2019، من شفت اللي أول مرة دخلت مياه على الزاب على المسيل القمعي. أها هاي. نعم. أكثر يوم حزنت بيه بسدو كان؟ أكثر يوم حزنت بيها من شفت السنة 99، من شفت المياه الواردة لنا قلت بشكل مؤثر ومبين. ومن أسمع من أسمع بناء السدود على نهر الزاب الأسفل ومن يعترضون الزاب الأسفل بالدولة الجارة أحزن عليها. أحبتي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، حلقة متميزة جدا لأن لأول مرة برنامج أرض السواد من محافظة السليمانية، حلقة تكلمنا بيها عن سد مهم جدا. من كنا صغار بكتاب الجغرافيا نذكر دائما سد دوكان، هذا السد الكبير جدا 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 والمهم، وأهميته أيضا كبيرة جدا بحياة العالم مرتبطة قوتهم اليومي. اليوم حتى موضوع العطش وشح المياه، سد دوكان في بعض الأحيان كان يقف للعراق وللمحافظات العراقية ويحميها من خطر الفيضان في وقت الفيضان ومن شح المياه في وقت الشحة والجفاف. طبعا أحبة المشاهدين، حلقاتنا في محافظة السليمانية مستمرة، انتظرونا بحلقة أخرى ومن سد آخر. إلى اللقاء.